بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثالثة متوسط، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء. أيضا اليوم جبت لكم درس جديد وهو على التيار الكهربائي المستمر. درس فعلا صدقوني أنه شيق جدا جدا جدا، ما عليكم إلا الانتباه والتركيز، راح نشرح لكم بأبسط طريقة ممكنة. شوفوا معي، إذا راح نبدأ بهذا الدرس بمفهوم التيار الكهربائي المستمر. كلنا نعلم أن هذا هو مخطط لدارة كهربائية. طبعا الدارة الكهربائية دائما العنصر الأساسي عندها مولد، ثم عندها قاطعة، ثم عندها مصباح، ممكن تكون عندها عناصر أخرى، ولكن حبيت ناخذ مثال على دارة كهربائية بسيطة جدا باش نشرح لكم مفهوم التيار الكهربائي. إذا قلت لكم عند غلق القاطعة، إذا نغلق القاطعة تاعي اللي هي هذه، نغلقها هكذا، شوفوا معايا، نغلق أصل بين نقدر يعني ندير وصل بين النقطتين هذه باش نغلق القاطعة. عندما نغلق القاطعة فإن المصباح يتوهج. إذا ندير لكم هكذا رسم، هكذا نديرو باللون هذا اللون، ندير خطوط هكذا لكي أعبر عن أن المصباح يتوهج. هذا أول شيء. الآن حبيت ندخل في أشياء عميقة أكثر من هذه. وشنو هذه الأشياء؟ وش راح يصرى؟ طبعا هذه عبارة عن أسلاك معدنية، إذا فيها قلنا في السنوات الأولى أنها فيها دقائق صغيرة جدا جدا. إذا هنا راح نتحدث على مفهوم التيار الكهربائي. كيف ذلك؟ قلنا أن في هذه الأسلاك هناك دقائق كهربائية، إذا صغيرة جدا لا نراها بالعين المجردة، موجودة في الأسلاك. عندما نغلق هذه القاطعة فإن هذه الدقائق الكهربائية هي التي تتحرك داخل النواقل. الآن ما هو مفهوم التيار الكهربائي؟ طبعا مفهوم التيار الكهربائي، طبعا قلنا أن اصطلاحا راح يمر التيار الكهربائي من القطب الموجب إلى القطب السالب، راح نتحدث فيما بعد، ولكن أنا يهمني هذه الدقائق الكهربائية. إذا باش نعرف التيار الكهربائي المستمر، طبعا ملاحظة أخرى أن التيار الكهربائي المستمر هو دائما يكون انطلاقا من مولد أو بطارية أو عمود كهربائي باش نتفهمه، لأن هناك نوع آخر يسمى التيار الكهربائي المتناوب، لا ينشأ أبدا من البطارية أو المولد، راح ينشأ بطريقة أخرى، وهذا ما تشوفوه إن شاء الله في العام القادم إن شاء الله في السنوات الرابعة. الآن ركزوا لي فقط عندما تكون الدارة الكهربائية لها بطارية أو مولد أو عمود كهربائي. هنا راح قلت أنه ينشأ تيار كهربائي مستمر. إذا كيف أعرف هذا التيار؟ أقول أنه الحركة الإجمالية للدقائق الكهربائية اللي شفناها من قبل، الآنية يعني اللحظية التي تملأ هذه النواقل الكهربائية في دارة مغلقة. طبعا كي تكون الدارة غير مغلقة فإن تكون هذه الحركة عشوائية، لا تتحرك بانتظام ولا تتحرك كما شرحنا. إذا وهنا فقط المولد يعتبر هو المسؤول عن تحريك هذه الدقائق الكهربائية، يعني المولد يلعب دور المضخة كما شفناه في التيار المائي، يعني المولد هو المسؤول عن تحريك أو ضخ هذه الدقائق الكهربائية. إذا نكتب لكم المفهوم، مفهوم التيار الكهربائي. إذا نتابع الدرس بالعنصر الثاني وهي الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي المستمر. طبعا هذا العنصر جد جد مهم. لماذا؟ لأنني لاحظت أن في الفروض والاختبارات دائما في الوضعيات الإدماجية يطلب منكم الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي. إذا ما عليكم إلا التركيز معي. ندير لكم نشاط بسيط جدا، من خلال هذا النشاط راح نستخرج يعني الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي المستمر. نشاط، لاحظ الشكلين أو المخططين 1 و2، ماذا تلاحظ وماذا تستنتج بعد غلق الدارة؟ إذا عندي مولد، قاطعة، صمام ضوئي، عندي مصباح في المخطط الأول، نفس العناصر في المخطط الثاني،
مولد، قاطعة، صمام ضوئي، ومصباح. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن في المخطط الأول توهج المصباح، أما في المخطط الثاني فإن المصباح لا يتوهج. ماذا يعني ذلك؟ احنا نعرف أن العنصر الكهربائي الصمام الضوئي له جهة واحدة لمرور التيار. إذن من خلال مش نقول في الملاحظة، أولا نكتب الملاحظات تاعي، نلاحظ أن في المخطط الأول يتوهج المصباح، أما في المخطط الثاني لا يتوهج المصباح، ثم نأتي بنتيجة. إذن فسر أكثر الملاحظات تاعي. معنى ذلك أن التيار الكهربائي، نعلم أن الصمام الضوئي له جهة واحدة فقط، دائما يمر من هذه الجهة، وكي يكون عندنا هنا عمود هنايا ما يمرش التيار الكهربائي. إذن جهة التيار الكهربائي راح تكون إذن من القطب الموجب نحو القطب السالب. بما أن التيار المصباح توهج، إذن بالضرورة أن اصطلاحا التيار الكهربائي، جهة التيار الكهربائي تكون من القطب الموجب، هكذا نكمل الأشعة تاعنا، إذن تكون من القطب الموجب إلى القطب السالب. إذا نكتب النتيجة تاعي، قبل ما نكتب النتيجة نزيد شو نشوفه في المخطط الثاني. قلنا أن بما أن اصطلاحا أن جهة التيار الكهربائي من القطب الموجب، إذا يكون هكذا، شوفوا معايا كي يوصل في هذا المكان لقى العمود، إذا لا يمر التيار الكهربائي. إذا اصطلاحا نكتب اصطلاحا جهة التيار الكهربائي المستمر في الدارة المغلقة تكون من القطب الموجب دائما دائما ودائما، من القطب الموجب إلى القطب السالب. هذه هي النتيجة اللي نستخرجها من هذا النشاط. طبعا وهذا الاتجاه من القطب الموجب إلى القطب السالب طبعا خارج المولد. الآن عندنا جهة أخرى تسمى جهة الدقائق الكهربائية، شوفوا معايا. إذا نتابع، أما جهة حركة الدقائق الكهربائية الموجودة داخل الأسلاك أو داخل المولد، هنا داخل المولد، تكون جهة حركة الدقائق الكهربائية داخل المولد من القطب السالب إلى القطب الموجب، يعني عكس الجهة الاصطلاحية لجهة التيار الكهربائي. يعني هنا مثل لكم الأسلاك راح تكون داخل هنايا من القطب السالب، إذا الجهة الاصطلاحية تجي من القطب السالب إلى القطب الموجب، هكذا ندير أسهم هكذا باش نبين لكم أن هذه حركة الدقائق الكهربائية. إذا تخرج من القطب الموجب السالب إلى غاية أن تصل إلى القطب الموجب. أتمنى فقط أن يكون لحد الآن واضح. نتابع، إذا نكمل الدرس. راح نشوف نقطة أخرى جد مهمة، وهي الشدة والتوتر الكهربائي. إذا يتميز التيار الكهربائي المستمر بمقدارين فيزيائيين هما أولا شدة التيار الكهربائي ثم توتر الكهربائي. نبدأ بمفهوم شدة التيار الكهربائي. وش معناتها شدة التيار الكهربائي؟ شدة التيار الكهربائي هي القيمة المعبرة التي تمثل سرعة تدفق الدقائق الكهربائية. يعني نشوف سرعة هذه الدقائق الكهربائية في النواقل تاع الدارة الكهربائية، وهي قيمة ثابتة دائما في التيار الكهربائي المستمر. إذا نكتب أول التعريف البسيط. إذا بعدما كتبنا التعريف اللي هي القيمة المعبرة عن سرعة تدفق الدقائق الكهربائية عبر النواقل في الدارة الكهربائية المغلقة، إذا سطرت بالأحمر على الدارة الكهربائية المغلقة. لماذا؟ لأن عندما تفتح الدارة لا يحدث شيء، ما نتحدثش على شدة التيار الكهربائي. وإذا حذاري من هذه الملاحظة. إذا وهي قيمة ثابتة. الآن رمزها كي نحب نحسب هذه الشدة، رمزها هو إي، هكذا جاءت من أول حرف أبجدي بالفرنسية انتونسيتي. إذا يكتب بإي، إذا رمزنا لها إي. وحدتها الأساسية هي الأمبير، ونرمز لها بالرمز أ. إذن حذاري من الخلط بين الرمز والوحدة، الوحدة الأساسية هي الأمبير. طبعا الأمبير له مضاعفات وأجزاء راح نستعملها في التمرينات. إذن المضاعفات، من بين مضاعفات الأمبير هي
الكيلو أمبير، كيلو أمبير. طبعا ماذا يساوي واحد كيلو؟ ترمز له بكا أ، هكذا الرمز تاعه. ماذا يساوي واحد كيلو أمبير؟ بالنسبة للأمبير دائما كيلو يمثل ألف، إذا نقول ألف أمبير. أما الأجزاء كاين هو الميلي أمبير. إذا كثيرا راح نستعمل في التمرينات وفي الحلول تاع التمرينات ميلي أمبير. إذا الرمز تاعه هو أم مينيسكول هكذا وأ ماجيسكول. إذا احنا عندنا واحد أمبير، العلاقة بين الميلي أمبير والأمبير، واحد أمبير هو عشرة ألف، عفوا ألف، ألف ميلي أمبير. إذا هذه العلاقة لازم يعني تشدوها لأننا راح نستعملوها في التمرينات. نتابع، بقى لنا العنصر الذي يليه هو جهاز أو جهاز قياس شدة الأمبير، عفوا جهاز قياس شدة التيار الكهربائي. يعني أي جهاز، نعرف أن الكتلة نستعمل الميزان، الأطوال نستعمل الشريط المتري، هنا كيف نقيس هذه الشدة في الدارة الكهربائية؟ إذا نقيس بجهاز يسمى جهاز الأمبير متر، أو بجهاز آخر وهو أكثر يعني حداثة وهو جهاز متعدد القياسات. يعني هذا الجهاز المتعدد القياسات يعطينا القيمة المضبوطة وهو إلكتروني. إذا راح نشوف، إذا نكتب، إذا مثل هذا السؤال ممكن يجيكم يقول لكم ما هو الجهاز الذي يستعمل من أجل قياس شدة التيار الكهربائي، أو يجيكم بطريقة غير مباشرة يوري لكم الجهاز يقول لكم ما نوع هذا الجهاز، إذا أو ما القيمة التي يعطيها هذا الجهاز. أسئلة متعددة. إذا نقول لقياس جهاز التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية المغلقة نستعمل يا إما جهاز الأمبيرمتر أو جهاز متعدد القياسات. ولماذا سمي متعدد القياسات؟ لأنه يقيس الشدة والتوتر والمقاومة في آن واحد. إذا نتابع، إذا رسم بسيط لجهاز الأمبير ذو المؤشر هكذا يسمى، أو جهاز الأمبير التماثلي هكذا يسمى. إذا عنده هنايا الرسم، دائما كي تشوفوا الرمز A يعني ذلك جهاز الأمبير، راح نشوف فيما بعد إذا كان V هو جهاز فولتمت، ولكن في هذه الحالة جهاز الأمبير نعرف برمزه هنا الأ الأمبير. إذا عنده مؤشر، عنده تدريجات، عنده آخر تدريجة، آخر قيمة للتدريجة هي السلم. عندنا برغي الضبط باش نديرو التصفير يعني نردو إلى صفر باش تضبط القيمة. عنده المعايير، إذا هنا المعايير قيمتها تبدأ من كاين حسب الجهازات، هنا مثلا 5 أمبير وهنا 500، هذا النموذج هكذا ميلي أمبير، طبعا ميلي أمبير، وهنا 50 ميلي أمبير. ثم عنده أيضا قطب آخر يسمى القطب المشترك أو القطب السالب، مكتوب فيه كوم وهو قطب هكذا بالأسود. قلت عنده مؤشر، هذا هو كيف يربط. الآن رمزه النظامي، نبدأ بالرمز النظامي. الرمز النظامي هو كالتالي، شوفوا معي الرمز النظامي تاعه، ندير هكذا، ندير دائرة ثم نكتب أ داخل، ثم عنده مربطين متماثلين، هذا هو الرمز النظامي في الدارة الكهربائية. الآن كيف أصل؟ إذا يربط جهاز الأمبيرمتر على التسلسل دائما في الدارة الكهربائية، راح نوصل لكم المخطط، دائما يكون على التسلسل في الدارة الكهربائية. حيث كيف أوصله؟ حيث أوصل المعيار، طبعا نختار أحد المعايير، أوصله المعيار دائما يجي للقطب الموجب هكذا، نجي الأسلاك مثلا أختار معيار 5 أمبير، أوصله إلى القطب الموجب للمولد. أما القطب السالب للمولد راح أوصله بكم، دائما لا يتغير التوصيل، دائما هذا هو التوصيل الصحيح لجهاز الأمبيرمتر. الآن آخر نقطة هي مخطط الدارة الكهربائية، شوفوا معي كيف أمثل هذه الدارة.
إذا درت لكم مولد، درت لكم جهاز الأمبيرمات، هنا ما يبانش أين هو القطب الموجب أي القطب السالب، فقط دائرة هكذا، ونضع الرمز أ باش أبين أن هذا هو الجهاز. أضفت لكم مصباح مثلا الأ، يعني لا يوجد في المخطط ولكن أضفت فقط باش تعرفوا كيفية الربط. إذا الربط دائما يكون على التسلسل بالنسبة للعناصر الضارة الكهربائية. إذا أتيت إلى نهاية آخر عنصر من هذا الدرس، أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط، كان هذا أول جزء من التيار الكهربائي. في انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم والضغط على الجرس ليصلكم ما هو كل جديد. سلام الله عليكم، إلى الملتقى إن شاء الله في أقرب وقت ممكن.